كيفاش جا واحد النهار وهزيتي التليفون وقلتي غادي نكون مؤثرة وقلتي أنني غادي نولي من صناع المحتوى ولا غير هكذا جيتي واحد النهار وبغيتي تبقي تبارطاجي كل نهار مع الناس اللي متبعينك؟ أوكي، والسلام عليكم. أولا دخلت أنا يا ما كانش عندي قانية بلا بغيت نكون إنفلونسر في إنستغرام، يعني كنا إحنا يا كنا بورد ممل. ديك ساعة إحنا يا كانوا قالوا لنا بلا غادي نبقاو إحنا في الدار ما غاديش نبقاو نقراو، مع أنا دابا تنقرا في يونيفرسيتي مع بنتي الكبيرة. قلت مع راساتي علاش لا نبارطاجي ماكلة ديالتي، هي الأولى بعد أول فيديو جو كخوا يمكن درتها أنا يعني. كان ديال الطبخ. يس. وكيفاش غير جا هكذاك بغيتي غير تبارطاجي لا روسيت؟ يعني الملل هو السبب في هادشي. الملل هو السبب. هو السبب. اوكي، ومن بعد كيفاش جات؟ واش الناس تجاوبوا معاك؟ exactly. ومن بعد بقاو كيطلبوا منك انك تبقاي تبارطاجي معاك تبارطاجي معاهم لو كوتيديان ديالك، حيت حنا كنشوفوا بانك كتبارطاجي حياتك كامله لي ديتاي. ما كاينش شي حاجه بالضبط اللي انتيا متخصصه فيها، ماشي متخصصه في الطبخ ولا في الميك اب ولا في شي حاجه، ولكن كنشوفوا النهار ديال وفاء الظهري من الصباح تليل. اكزاكتلي، جاتني فيدباك زوين بزاف من عند الناس وقلت مع راساتي ما بغيتش نكونسونطري في شي حاجه واحده، حيت اللي بغى يعرف يعني اوثنتيك وفاء شكون هي، قلت علاش لا من ما كنبارطاجيش كلشي، لاقاش كاينه شي حاجه برايفسي ديالتي. كاين عاوتاني واحد الحاجه اللي كنفكر في الناس اللي ما في حالهمش، يعني ممكن لياش مبين كلشي يعني بحال هادشي هذا كنفكر فيها. في مثال في رمضان ما كاينش كنبين في مثال الطبله ديالك مثلا. لا. جو سيكو هذيك التلال كتقول ليها مثلا طبله رمضان شي كتبغي تبينيها، ما كنبغيش نبينها، حيت عاوتاني الواحد كل واحد حر كيفاش كيبغي يعيش. داكوغ، واختيار ديالو، وهذا اختيار ديالتي انايا. داكوغ. اوكي. وفاء شنو كتستافدوا ملي كتوليو دي زانفلونسر، ملي كتكون عندك واحد التاثير على واحد اللي متبعك ولا واحد العدد ديال الناس اللي متبعينك؟ كتسمعي مؤثرة، يعني كتأثري عليهم سواء بوزيتيفمون أو لا نيجاتيفمون. دون لو كا ديالك انت كتوريهم شي حوايج زوينين دونك بوزيتيفمون، ولكن انت شنو كتستافدي من هاد الشيء؟ اكزاكتلي، كتولي بحال كنعطي وكناخذ. يعني انا في مثل الناس كنت انا في الاول، شوف الناس هما اللي اختاروا اشنو غادي ندير. انا كيف ما قلت لكم في الاول كنت كنبارطاجي غير الماكله، شويه ولات ميك اب، شويه وليت كنوري لوليداتي شويه مهم، والناس كيبقاو كتبوا لي حتى في الميساج في ديامز يعني عندهم مشاكل. وانا من صغري كانوا كيسميوني دكتور لاف في السويد، معنا دابا زايده وكابره في السويد. صحاباتي وصحابي كانوا كيعتكون عندهم مشاكل، كنت كنعطي يعني هذاك الشيء من الصغر. كل شيء صراحة أنا ما تعلمت حاجة لا طبخ ولا إلا ميك اب، يعني هذا يعني قريتها من غير كل شيء داك الشيء ما يعني تعلمتوش. يعني كتربحي شنو هذاك هذاك يعني بوزيتيفيتي ديال الناس، اوه شكرا بزاف، اوه هاد ادفايس اللي عطيتيني، هاد كونساي اللي عطيتيني أنايا درتها ماكش ولا درتها اللي تبعت النصيحه ديالك. اكزاكتلي. وانا انا كيعجبني الحال في مثال او زوينه هادي حتى انا كتعجبني، يعني هادشي غير معنوي وهادشي الفلوس. اوف كورس انا غادي نقول لك كل شيء،